كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. فرحان اللي أنا حاضر في مهرجان فنون للشعر بصراحة. الكل نهار الكل معناها تعدى مزيان المواضيع، أما أحلى فترة هي التجربة، خاصة توا اكتشافي للعازفين اللي كنت معاهم. بالحق فما برشا طاقة إيجابية حسيتها تعديت لي وتعطات في الصالة، واضح معناها حتى كل الجمهور الكل خرج فرحان. وطرقنا القضايا مهمة، خاطر على الحق الموضوع مهم، والفترة أصلا الحرجة اللي نحنا فيها تفرض علينا أنه نكونوا ممنين بالقضية ونساهموا مع بعضنا في التغيير معناه. فحمد لله اللي أنا لهنا وسعيد جدا بوجودي في المغرب، وإن شاء الله تكتمل سعادتي كي ناكل الحريرة معناه، خاطر طولك لي تحريرة في طموحاتي يسر بسيطة كهو. ليلة اللي سميناها تفاعل هو نوع من الالتقاء المفترض، وتاريخيا هو لقاء لقائم يعني، وشكل يمكن نقطة إحدى نقط الضوء الجميلة جدا في إبداع الإنساني اللي هو ما بين الموسيقى والشعر. وأعتقد بأن الموسيقى والشعر أنه نفس المنبع يعني، وأكثر من ذلك أن حتى لذة الغموض في الشعر هي نفسها لذة الغموض في الموسيقى، وبالتالي كاين هاد العلاقة الجدلية بينهم الاثنين. أعتقد أن الليلة اللي يمكن التي ميز تجربة الليلة هو أولا كاين واحد المساحة كبيرة ديال الارتجال ومساحة كبيرة ديال العفوية في لقائنا ما بين أنيس شوشان واشتغالنا. أكثر من ذلك حتى حضور الشعر في اشتغالنا بشكل عام وفي مشروعنا عنده نفس القيمة، على اعتبار أننا لا نعزف الأصوات بقدر ما نعزف أفكار وكنقلبوا على الصور. هذه الصور يمكن أن في الشعر تخلق هذا الغموض كيف ما قلت، تخلق هذا الدهج. أعتقد أن فكرة مهرجان فنون في دورته التاسعة ما يمكن إلا أننا ننحني لها ونشكرها جزيل الشكر، حققنا بها لحظة فنية كانت راقية، وراكم شفتوا تجاوب ديال الناس في القاعة، وأعتقد بأن هذا انتصار حقيقي مرة أخرى للفن الراقي والأشياء اللي راقية. أعتقد أن فنون الآن يعني ما بقاش عنده يمكن أنه يرجع للوراء بقدر ما خصو يستمر. الآن الدورة التاسعة، أعتقد أن الدورة العاشرة في السنة المقبلة هو تحدي حقيقي للبقاء في نفس المستوى. هذا المهرجان فنون في الدورة ديالو التاسعة عنوانه الروحانيات أصوات وطرق المحبة، هو كان تحت الرئاسة الشرفية الأستاذة ترياء إقبال لأنها مختصة في هذا الميدان ديال الصوفيات، وكذلك من بين عطاء الشرفيين ضيوف الشرف كانت أستاذة عيشة البصري. هذه الدورة كمثيلاتها عندها ذاك التنوع الثقافي والتنوع الديني، كذلك أن حدث معنا سوزان حروش، والتنوع اللساني والتنوع التيماتيكي. لذلك هي ده هو الهدف ديال مهرجان فنون، أننا نتعرف على الآخر عبر الفن وعبر الشعر.